السلام عليكم. أكثر من 250 أسرة كانت تسكن في حي الميناء بمدينة الحديدة انقطعت بهم سبل الحياة واستقرت رحلة نزوحهم في مدينة تعز، حيث فتحت مدرسة لاستقبالهم مؤقتا لحين تمكنهم من الحصول على سكن منزلي وتوفير أعمال يقتاتون منها. نازحو الحديدة في تعز في الفيلم التالي، نشاهد ثم نعود. سارة عبد الله. صح صوتي. صح كم؟ من فين نازحة؟ من الحديدة. ليش نزحكم؟ ها؟ ليش نزحكم؟ حرب. يعني دخول قناصة في البيوت. مو نزحنا، شقتلوا الناس. فوقنا المدافع والشضايح يطلقوا بعد الطائرة ترجع الشضايح كله للحارة جنب المينا على الطائرة يطلقوا. خرجنا هربنا. نزحنا من القنص. بعد نزحنا لصنعاء طلعنا لحساب الناس، والله انقذوني الناس ب20,000. طلعنا هناك يعني كذا خامس العيد لما اشتد الحرب القنص وذا، ومن صنعاء نزحنا لا هنا لحساب ابي، كانوا يتبرعوا للناس. نزحنا لا تعز معاي ابن اخي زوجي، رجع من صنعاء قالوا يدخلوا البيوت، ورجع من صنعاء للحديدة وابن اخي نزلني. هربنا بالاطفال علشان لا تعبونا احنا، ولا زحنا لا المطر القديم حق تعز. الحمد لله الحين انا اسرتي معاي 9 أنفار من احنا، بنتي يعني هذه معي بنت مكانها بعدها 6 أنفار سواء، ومكانه هذا مكان هذيك بنت اخي، وهذيك بنات اخي ثنتين، وهذين عيالهم. هذا الاسرة حقي كامل يعني تبعي كامل. حقنا الملابس حقنا حتى ما قبناهمش، والحمد لله المهم على كل شيء. خلاص ضغطنا انفسنا ومشينا احنا يعني، ونحن بخوف ومفاقيع ونبكي، حالتنا حالة مطرطرين طرطر، نص الساعة من حقنا نتكارع بالأرض يعني بالتروب، تبهدلنا شمتنا يعني حويته ما يرحموش حاولة وسخين انذال. يشلوا القاهل من جنبك كده ويلفلفوهم بالقوة، أما تجند أما يدخلونه داخل. شوف هذا اللي نزح على جنبي اللي نحن تحت بالغرفة هنا جالسين، دخلوا نتعي ابنه ساعك نتعي، ما اشتغل القف على المقابلة معي شو سالي، قال نتعونا من جنب أمي سارحين، بقول له هرب الابن على زغط من زغط لا زغط وهرب إجباريا، حتى زوجي قال إجباريا ينتعوهن. الحوثي نقلك أنا كنت بالشارع أمشي أطلب الله، فقال قال نتعونه، قال له تعال أنت امسك نقطة حوثا، قلتهم ليش؟ قالوا ضروري نشتيك، بزونا حبسونا تحت تعرف خط الكورنيش هناك حبسونا، قالوا صدق مريم تجي تضربك. بعد قال واحد من حق الحوثا قال خلاص هذا خرجوا هذا يرحم هذا، وخرجونا وقالوا لي الساعة تسب الله وهزقوا الباب ضغط أخوه، أقول ما قالوا إحنا أخوالك. أقعد أفتح الباب، فتحت الباب تكلمت معهم، قالوا خلاص يلا هزقونا هزق من الوالدة. ايش قالوا ضروري تطلع او نقتل امك، يهدوني تهديد قتل امي، قلت خلاص انا استلم نفسي بكل شيء. خرجت انا الفاجر قلت له صوت واحد صاحب سياره حافله، قلت له يلا انطلقنا نسافر، مشينا زغط امارة على الخوف خوف بالطريق، القانون سواد وماتوا اصحابنا جنبنا بالخط. اجينا كلمناهم قالوا خلاص احنا نشوف لكم خط، وجلسنا بكل 16 4 أيام وقفونا احنا. عملوا تراب الشارع كل 16 وخندر حفار متخبين، قالوا ما تفزعوا لغموا بالحارة ملان اللي لقطوهم يدوا لهم بالأول وماتوا ملان. نحن يعني شو يقندوهم معاهم مخلينهم، احنا هربنا على طول ما جلسناش، وإن كنا نحن بعد مستأجرين بيت يعني ما نحش من الملك ولا حاجة إيجار، خرجنا دقدقوا وقسوا وفقعوا القفال، احنا يعني ما فيش امان، ما فيش امان لله ولا في خوف. لا الحمد لله دحين اجينا نزحنا عند اهالينا ذايا قوبي، وعرفت خرجت لي من عندهم امس، اجيت لي هنا المدرسه مننا 4 نفر.
ما اسمع عن بيت لحم مستاجر من الشوارع خيام يعني بعدين ما تكمل مستاجر مع الواحد العاقل نشتغل وقاعد نحاسبه إيجارات روحت إذا عند أهله أهله ما يشتنيش هاي ما يشتني ولا شيء حال يعني أخوانه كلهم هددهم يشتنيش يشتني الحالة العيالة لا كم منكم أخوان نحن ثلاثة قال نحن ندخل قبر ما نشتيكم شيء أخواني برضو ما قبلوني شيء يعني أخواني تزوجوا يعني ما اعترفوا بوي ما يشتش عيالي رجعتوني يعني كنت نزحت للقرية ما حقبلنيش رجعت هنا زوجك كم ده؟ مهرب؟ نعم لحن بالحرب هرب راح أب راح أب وشال البنت وهرب والآن أنا خلاص هو بطريق وأنا بطريق حصل ضرب عشان احنا والله ضرب عشان احنا الاخوان اخواني فين ثلاثه اخواني بتاقه المركز تربه ملان اللي شلون يتجندوا اطفال ويا الشباب علشان اللقمه يروح اجباري من القول المواني هناك مبنده ما يشتغلوا شغل امال حارتنا كله كانوا يشتغلوا مع المينا المواني ما حصلوش اللقمة المينا حولوها لعدن الحمد لله محافظة كان يسكنها مئات الآلاف من المواطنين الفقراء اجتمع إليها الحوثيون من كل مدن الساحل التي انسحبوا منها خلال الفترة الماضية وقرروا خوض الحرب من وسط أحياء المدنيين ليس هذا فقط بل وإرغام السكان المدنيين على الانخراط في الأعمال العسكرية رغما عنهم قضوا على فرص عملهم في الميناء ومخازن التجار وغيرها من الأعمال البسيطة التي كانوا يقتاتون منها ليضطرهم الجوع للقبول بالتجنيد كفرصة وحيدة للعمل لكنها في الواقع ليست سوى فرصة للموت السريع لا أكثر مشاهدينا الكرام فاصل قصير تنضم إلينا بعده الناشطة الحقوقية والاجتماعية حياة الدبحاني للحديث عن قضية النازحين من الحديدة إلى مدينة تعز تفضلوا بالبقاء معنا مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام كما أرحب بضيفتنا من مدينة تعز الناشطة الحقوقية حياة الدبحاني مرحبا بك سيدة حياة مرحبا أهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية تابعنا قبل قليل شهادات حية من النازحين من مدينة الحديدة إلى تعز عبر فيلم ناقشناه في هذه الحلقة بداية هل لديكم إحصائية بعدد النازحين الذين اختاروا النزوح إلى مدينة تعز نعم طبعا في البداية النازحين حين يتوافدون إلى مدينة تعز هم يتوافدون إلى القرى والأرياف والبعض منهم كذلك وفد إلى مدينة تعز المدينة هناك بعض الإحصائيات التي وصلت إلينا عبر مؤسسة معاذ التنموية والتي تعنى بأمر نازحية الحديدة حتى اللحظة وصل العدد الذي أتى إلى تسجيل بياناتهم إلى تلك المؤسسة 1112 أسرة نازحة إلى مدينة تعز كما ذكرت يتوزعون على تعز المدينة ومديرية الشمايتين كذلك مديرية المعافر الوضع لنازحية الحديدة هو وضع مأساوي مؤلم كثير من نازحية الحديدة لهم خصوصية وهي عدم وفودهم إلى المدارس يحاول البعض منهم استئجار الشقق المتهالكة والشقق الغير صالحة كذلك للسكن ولا يفضل البعض منهم
كذلك أن يأتي إلى المدارس كمية بسيطة موجودة في بعض مدارس المدينة، أو في بالتحديد في مدرسة واحدة في مدينة تعز هي مدرسة علي بن أبي طالب، أما البقية فهم يتوزعون كما ذكرت مسبقا على كثير من الشقق الغير صالحة للسكن، وكذلك بعض ما يسمى بالأرياف بالإسطبلات، وهي التي كانت تسكنها للأسف الشديد بعض الأبقار والمواشي، قام كثير من الأهالي في تلك القرى بترميم تلك الإسطبلات لهؤلاء النازحين، وللأسف الشديد هم يسكنون فيها أمام خذلان عالمي من المنظمات العالمية التي تعنى بأمر هؤلاء النازحين، والتي من المفترض أن تعمل في مثل هكذا ظروف في مدينة تعز وكذلك في كثير من المدن التي نزح إليها نازحي الحديدة. مؤسسة معاذ التنموية قامت بتنفيذ مشاريع حقيبة إيواء لتلك الأسر وتوزيع. نعم، هذا ما كنت سأسألك سيدة حياة عنه، وهو بالرغم ما تعانيه محافظة تعز ومدينة تعز أيضا من إهمال، ورغم احتياجها هي للإغاثة بمن فيها من سكان، كيف تقدم لهؤلاء النازحين القادمين من الحديدة أيضا مشاريع إغاثية؟ نعم، بالتحديد مدينة تعز وكما عودتنا هي تضمت جرحى غيرها، رغم أنها هي تنزف جراح متتالية من الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية، قامت مؤسسة معاذ التنموية بتنفيذ حقائب إيوائية لنازحية الحديدة كمرحلة أولى في مدينة تعز، وستستهدف بقية النازحين في القرى والمديريات الأخرى. أضف كذلك إلى أن مؤسسة توكل كرمانة الدولية قامت بتنفيذ مشاريع إغاثية لتوزيع السلة الإغاثية كذلك لنازحي محافظة الحديدة في مدينة تعز كمرحلة أولى، ولديها كذلك تنفيذ مراحل أخرى لنازحي الحديدة في بعض كذلك المديريات الأخرى، بعض كذلك المبادرات الشبابية والتكتلات وفاعلية الخير قاموا كذلك بإغاثة نازحي الحديدة في مدينة تعز كلا حسب استطاعته وبالطريقة التي يراها هي مناسبة. الجميع هنا يلتف حول نازحي الحديدة لأنهم في حقيقة الأمر فئة منكوبة للغاية، عانت التشريد والحرمان والتهجير أمام ظروف مأساوية صعبة من انقطاع الرواتب، وكذلك كما ذكرت مسبقا من غياب المنظمات التي من المفترض أن تعنى بهؤلاء النازحين. نحن في حقيقة الأمر أصبحنا لا نعول على تلك المنظمات، لأننا في حقيقة الأمر منذ 4 سنوات ونحن ننادي بتوفير خيام إيوائية لنازحي الوازعية ونازحي الصل وبلاد الوافي، إلا أن هذه المنظمات لم تستجب. نعم، نعرف حال النازحين وحال أبناء محافظة تعز وما تعاني من إهمال ومن يعني تواطؤ على وضعها، لكن وصول هذه الدفعات من النازحين من مدينة الحديدة التي أخذت اهتماما عالميا وأمميا، هل رافق ذلك أيضا اهتمام من منظمات الإغاثة الدولية التابعة للأمم المتحدة تحديدا، والتي يعني تحاول جاهدة أن يعني ترفع من موضوع المعاناة الإنسانية شعارا لكثير من التدخلات، هل المنظمات الأممية تحديدا تقوم بدورها أو يعني تحاول تتبع هؤلاء النازحين من الحديدة؟ نعم، في حقيقة اللحظة نحن هؤلاء النازحين في مدينة تعز لمعرفة هل وصل إليهم ما يسمى بالمنظمات الدولية لمنحهم الدعم المناسب أو للالتفات إليهم، لكن في حقيقة الأمر نرى بأن معظم الاستبيانات التي وزعت بأنهم لم يتصل إليهم أي من المساعدات من أي جهة كانت سوى من فاعلي الخير بالمبالغ البسيطة، أو كما ذكرت مسبقا مؤسسة معاذ التنموية وأخيرا مؤسسة توكل كرمان الدولية. هذه المنظمات كما ذكرت مسبقا نحن لم نعد نعول عليها، لأننا ناديناها منذ 4 سنوات بتوفير خيام إيوائية لنازحية الوازعية ونازحية الصل في مدينة تعز الذين فعلا كانوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وما زالوا حتى اللحظة أمام تلك المعاناة. لم توفر لهم هذه المنظمات مجرد خيمة تأويهم من الشمس والحر والمطر. أبناء مدينة تعز يحاولون أن
أن يقوموا بأدوارهم تجاه نازحي مدينة الحديدة. البعض من المالكية الشقق والعمارات استطاع أن يوفر لهؤلاء النازحين المأوى. المدارس كما ذكرت مفتوحة، لكن نازحي الحديدة يحاولون بقدر المستطاع الاحتفاظ بالخصوصية وعدم أن يكونوا متواجدين في مدارس إيوائية. سيدة حياة، هناك من يقول أن هؤلاء النازحين القادمين من الحديدة ما هم إلا أبناء محافظة تعز الذين كانوا يعملون هنالك وبالتالي عادوا إلى دورهم وإلى أهاليهم. هل جميع القادمين من الحديدة هم في الأساس من أبناء محافظة تعز، أم أنه يعني بينهم من أبناء محافظة الحديدة نفسها؟ نعم، هناك من أبناء مدينة تعز من كانوا يعملون فعلا في الحديدة وعادوا إلى مدينة تعز، وهؤلاء لم يتم إدراج أسماءهم ضمن نازحي مدينة الحديدة لأنهم عادوا إلى مدينتهم وإلى أهاليهم. لكن نحن نتحدث الآن عن نازحي الحديدة الذين لا يمتلكون أي من مقومات الحياة ولا يمتلكون حتى بعض الأقارب الذين يأوون إليهم من مدينة تعز. نحن أمام معاناة وكارثة إنسانية فعلا تهدد هؤلاء النازحين الذين أتوا من محافظة الحديدة إلى مدينة تعز، ويتوزعون كذلك على كثير من المحافظات وليس فقط على محافظة تعز. الوضع في مدينة الحديدة أجبر الأهالي على مغادرة المدينة بسبب القذائف العشوائية، بسبب الحرب الهمجية التي تمترس وحفر الخنادق والاستعداد للتضحية أيضا بالمدنيين وبمقدرات المدينة وبأحيائها وبمؤسساتها، كل هذا أصبح واضحا للعيان. هل تحدث إليكم النازحين الذين وصلوا إلى مدينة تعز عن صعوبات اعترضت طريقهم أثناء انتقالهم من الحديدة إلى تعز؟ نعم، هناك بعض النازحين كانوا يحاولون الدخول إلى محافظة عدن ولكنهم منعوا فعادوا إلى مدينة تعز. البعض كذلك من النازحين وبالتحديد من الذين يعانون من المرض كأمراض الفشل الكلوي و... دقيقة سيدة حياة، لابد من توضيح هذه النقطة. قلت أن عدد من النازحين كانوا في الأساس متوجهون أو متوجهين إلى مدينة عدن لكنهم منعوا من قبل الأحزمة الأمنية التابعة للإمارات هناك من دخول المدينة، فاضطروا لاختيار مدينة تعز مكانا لنزوحهم، هل هذا هو الوضع؟ نعم، كان هناك كما ذكرت مسبقا مجموعة من النازحين حاولوا الدخول إلى محافظة عدن ولكن الحزام الأمني قام بمنعهم من الدخول، وظلوا لساعات طويلة بين الشمس يحاولون إقناع القوات الأمنية بالدخول إلى محافظة عدن ولكنهم وجهوا بالرفض، فعادوا أدراجهم إلى مدينة تعز ودخلوا إلى مدينة تعز. أنا هنا لا أتعصب لمدينة تعز ولكن مدينة تعز تفتح ذراعيها للجميع وتحتضن الجميع وترحب بالجميع وتحاول بقدر المستطاع تخفيف الألم والمعاناة عن كل من يفد إلى هذه المدينة. نحن كذلك من قبل الحرب وهذه المدينة تفتح ذراعيها للنازحين والوافدين كذلك من الصومال ومن البلدان الأخرى الذين يحاولون أن يجدوا فرص عمل في مدينة تعز. مدينة تعز هي مدينة التعايش ومدينة الإخاء والمحبة، حينما ننظر لتلك المشاعر الفياضة والغامرة كذلك من الجيران لهؤلاء النازحين، كل منهم يأتي بحسب قدرته واستطاعته بالأشياء العينية والبعض بالمبالغ المالية لكي يساهم في تخفيف هذه المعاناة. المغتربين كذلك خارج الوطن وفي المحافظات الأخرى أدلوا بدلوهم لبعض المبادرات وكذلك بعض المؤسسات لتخفيف ما يمكن تخفيفه من هذه المعاناة. وأنا هنا بالتحديد أود أن أقول بأن المنظمات الدولية كذلك هي شريكة فيما يحدث لأبناء الحديدة من آلام ومن قهر وكذلك من تجويع بسبب أنها أهملتهم في ظل هذه الظروف، خاصة وأن هذه المنظمات ترفع شعارات كبيرة بخصوص الحديدة تحديدا وأهالي سكان الحديدة تتحجج بهم لمنع العملية العسكرية من استكمال يعني إجراءاتها. لاحظنا سيدة حياة أن من بين النازحات من رفض أهلها استقبالها فاضطرت للجوء إلى المدرسة، هل هناك خطط لإعادة إدماج هؤلاء النازحات في المجتمع وتمكينهن من وسائل لكسب الرزق بدون الاعتماد على معيل؟ أعرف أن هذه خطوة في
إطار يعني المدى البعيد أو المنظور يعني في المدى غير المنظور، لكن هل لديكم خطط بهذا السياق؟ نعم، مؤسسة معاذة التنموية وهي مؤسسة تعنى بأمر كذلك نازحي الحديدة في مدينة تعز، قامت كذلك باستحداث البيانات وكذلك استقبال البيانات التي وفدت إلى المؤسسة، يجزأ البعض منها إلى من هم معنيين بالتعليم الجامعي ومن هم معنيين بالتعليم الأساسي والثانوي، أضف كذلك إلى التعليم الحرفي والمهني. هناك بعض المؤسسات كذلك تحاول في المدينة إدماج هذه الشريحة وهذه الفئة بالتحديد الذين يحاولون بقدر المستطاع أن ينخرطوا في العمل هنا في مدينة تعز. هناك نساء يجدن الخياطة وهناك نساء يجدن الحرف اليدوية بالتحديد من مدينة الحديدة. حاولت هذه المؤسسات استقطاب تلكم النسوة لكي يحاولن بقدر المستطاع التخفيف عن آلامهن وكذلك أن يكون كذلك جزء منتج في المجتمع، وبنفس الوقت للتخفيف من الآلام النفسية التي تعانيها تلك الأسر. هناك كذلك خطط وبرامج من هذه المؤسسة، مؤسسة معاذ، لإدماج النازحين كذلك في مدارس بالتحديد صغار السن وعودتهم إلى المدارس بعد عيد الأضحى المبارك، إضافة كذلك إلى أن هناك مبادرات تقودها مجموعة من الشابات والشباب لإنخراط الفئة الشابة في جامعة مدينة تعز، ونحن على صدد التعاون مع تلك المبادرات وتلك المؤسسات لتخفيف ما يمكن تخفيفه من آلام أولئك النازحين الذين وفدوا إلى مدينة تعز. نعم، يصدق على هذا الوضع ما قاله الشاعر: وتكسرت النصال على النصال، تعز المحاصرة والمهملة، تقدم أيضا يد العون لمن لجأ إليها من إخوانهم من أبناء محافظة الحديدة. سيدة حياة، هل سجل هؤلاء النازحون بياناتهم لدى منظمات حقوق الإنسان، المنظمات المحنية بتوثيق الانتهاكات كاللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ نعم، بعض ممثلي هذه المنظمات حاولوا زيارة تلك الأسر أو بعض تلك الأسر لأخذ شهادات حية عما صنعته بهم الميليشيات الحوثية وحول ما تعرضوا له من امتهان واعتداء وكذلك تهجير وتشريد، ونحن كذلك في صدد متابعة تلك الملفات، وجرائم الميليشيات الحوثية لن تسقط بالتقادم. إذن هذا هو الوضع وحال النازحين القادمين من الحديدة إلى تعز. هل هناك عملية توعية لهؤلاء بتوثيق قضاياهم ومعلوماتهم؟ نعم، هناك بعض المهتمين بالشأن الإنساني وكذلك بحقوق الإنسان يحاولون بقدر المستطاع الوصول إلى أولئك النازحين في أماكنهم وتوعيتهم بضرورة تسجيل الانتهاكات التي مورست عليهم من قبل الميليشيات الحوثية، وهم في صدد كذلك رفع تلك الشهادات إلى الجهات المعنية لحقوق الإنسان، وكذلك كما ذكرت مسبقا بأن تلك الجرائم التي مورست في حق أولئك النازحين هي جرائم في حقيقة الأمر، جرائم ترقى إلى جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم لن تسقط بالتقادم ولن تمر هذه الجرائم على الميليشيات الحوثية عبثا، لأن كثير من النازحين كذلك البعض منهم يعاني من آثار التعذيب، البعض منهم ضرب بأعقاب البنادق على الرأس وهو يخضع حاليا للعلاجات في مشافي مدينة تعز. هناك فعلا حالات إنسانية مؤلمة في مدينة تعز من نازحي الحديدة الذين أفدوا إليها. إذن هم الضحايا والشهود كما تفضلت. رسالتكم سيدة حياة في هذه المساحة لمن تودون توجيهها؟
نعم، هي رسالة في البداية إلى رئيس الجمهورية وإلى الحكومة وإلى المعنيين في الدولة بدرجة أساسية. أبناء اليمن وبالتحديد أبناء الحديدة يشردون في البراري أمام مرأى ومنظر العالم أجمع. أين واجب الدولة في أن تقوم بواجباتها الأخلاقية والإنسانية تجاه هؤلاء النازحين وتوفير مساكن إيوائية على الأقل تقوم بتخفيف الآلام عليهم؟ أين دور الدولة في صرف مبالغ مالية كذلك لهؤلاء النازحين ليستعينوا بها على قضاء حوائجهم؟ أين كذلك المراكز الطبية التي من المفترض أن يأتي إليها النازحين للتطبيب مجانا؟ أين هو دور المنظمات الإغاثية والعالمية أمام هذه المعاناة الكبيرة لنازحي الحديدة في كافة أنحاء اليمن؟ المناشدة كذلك إلى الجمعيات والمؤسسات والتكتلات المبادرات أن تستمر في أعمالها الخيرية والإنسانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حجم المعاناة التي يعانيها سكان الحديدة الذين هاجروا من ديارهم وأصبحوا في حقيقة الأمر أمام خذلان الجميع، سوى من الالتفات الإنسانية من هذه الجمعيات. وهي دعوة كذلك إلى فاعلي الخير وإلى صحيح. التجار وإلى جميع من له ضمير حي بأن ينظر إلى حجم معاناة أبناء الحديدة ويحاول تخفيف ما يمكن تخفيفه، لأن في حقيقة الأمر هؤلاء أخوتنا وأحبتنا، وأنا أقول لهم بأنهم نزلوا أهلا وحللوا سهلا على مدينة تعز وهم فوق العين والرأس، ونحن سنحاول بقدر المستطاع إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المعاناة، ونحن سنستمر في برامجنا الإغاثية وكذلك التنموية لهذه الفئة ولأبناء مدينة تعز، لأن كذلك أبناء مدينة تعز هم في حصار وفي كرب وفي ضيق من هذه الحرب العبثية التي تشنها الميليشيات الحوثية. إلا وكما عودتنا تعز ستظل تطبب جرحها وجرح غيرها، لأنها هي من تصدرت في البداية ثورة 11 فبراير، وهي من تصدرت مقاومة الميليشيات الحوثية، وهي من ستتصدر أيضا ضرب أروع الأمثلة في الأعمال الإغاثية والتنموية. هذه المدينة لم يلتفت إليها أحد، وهي من كفت نفسها بنفسها، وهي من طببت جرحها بأيديها، نعم. وهي الآن تحاول تطبيب ما يمكن تطبيبه من جراح أبناء مدينة الحديدة. الناشطة الحقوقية حياة الذبحاني، كنت معنا من مدينة تعز، شكرا جزيلا لك لهذه الإيضاحات ولما تقومين به على أرض الواقع. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. النازحون من الحديدة إلى مدينة تعز، تمرست في أمان الله. Thank you.